نعم. شو يا زياد؟ خبروني انه مش حابب تتعاون معنا، شو الوضع؟ ما بيمشي الحال، فتش على غيره. ليك زياد، انا عم بتعامل معك من باب انساني. انت عنا هون بلبنان هي بتروح فيها 20 سنة، بس انا اذا بتجي لإلي انا حابب ردك على سوريا، وهنيك انت ادرى شو معقول يصير فيك. وانا قلت لك قبل تعاون معي والحل عندي. طلاق ما رح طلق. ايه؟ على راحتك، مثل ما بتحب، انا بحترم قرارك. خدي سلمي اليوم. مستعجل علي؟ لانه ماني حابب خليك عنا واعلفك كل هالفترة. العلف للحيوانات، انا مو حيوان. صح، يمكن لازم اعتذر من الحيوانات انه شبهتهم فيك. ظهري. شو الحل؟ الطلاق. شو الحل لضل عندك؟ قديش فكرك فيك تضل رابطها وانت رايح اعدام؟ ما بأثر، تكون كبرت لوقتها، ما بقى حدا يتطلع فيها. ظهري. ظهري من هون.